مختلف عن عالم البرزخ بطبعه، عن عالم أقصد الـ الـ عن عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة بطبعه، وأن البرزخ من عالم الغيب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بجسده حي في قبره، حياة برزخية ليست مثل الحياة فوق الأرض، لكن حياة أخرى. هذه الحياة ليس فيها تكاليف، وليس فيها مثل ما نفعل نحن الآن نتصرف فوق الأرض، لأنها حياة من طبيعة أخرى ليست مثل هذه الطبيعة، مثل حياة أهل الجنة في الجنة مثلا، فهي حياة ذات طبيعة مختلفة. وجسده الشريف لا تأكله الأرض، حرام على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. هو موجود كما دفن، كيوم توفاه الله يا الله، هو موجود في قبره كيوم توفاه الله. والقبر أيضا الروح، روحه لها اتصال به، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أنه مر على موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يصلي في قبره قائما يصلي. فبعض الناس يكرمه الله بأن يعطيه الصلاة في قبره أو قراءة القرآن في قبره. وقد كان ثابت البناني وهو من التابعين يسأل الله، يقول اللهم إن كنت أكرمت أحدا من عبادك بالصلاة في قبره فأعطنيها. فلما وضعوه في قبره سمعوه كبر تكبيرة الإحرام وهو ميت. فهذا ليس من عمل البدن وإنما هو من عمل الروح. فيمكن أن يخيل للإنسان مثلا أن تكون الروح حاضرة، يخيل للإنسان أنه حصل اتصال روحي بينه وبين يد، فهمت؟ فيكون هذا من الأمور الروحية وليست من الأمور التي هي من عالم الشهادة ومن عالم الحس.